أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ لماذا الزواج بنية الطلاق يا أخي؟ تزوج وإن صلحت لك تبقيها، وما صلحت تطلقها بدون أنك تعقد على النية نية الطلاق. الزواج يعقد على نية الدوام والبقاء والاستمرار، فإن بعرض عارض واقتضى أنك ما تريدها طلقها بدون هذا الذي عليه العمل، وهذا الواقع لا حاجة إلى الزواج بنية الطلاق. مع أن فيه كلام بعض العلماء يرى أنه باطل، لأنه يشبه المتعة، يشبه المتعة وإن لم يصرح به، ويرى أنه أيضا خديعة للمرأة وخديعة لوليها، لأنهم زوجوك وتزوجتك على نية البقاء، فأنت تنوي في قلبك أنك ما أنت مبقيها، هذه خيانة غدر، هذا لا يجوز. نعم.